من منا لا يعرف هذه الشخصيات الخارقة؟ باتمان، سوبرمان، كاتوومن وغيرها، شخصيات طالما دافعت عن الخير وحاربت الشر. لكن الكثير لا يعلم أنها وليدة الشريط المرسوم، تحولت بعدها لأفلام ناجحة حققت مداخل خيالية. ضيف شرف الطبعة 12 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم فيبدا الولايات المتحدة الأمريكية، وبجناحها التقينا بشاون مارتن بورغ أحد مصممي أشهر شخصيات الكوميكس رجل الوطواط. عبر مسيرتي الفنية صممت باتمان ولوك كيج الفهد، وآخر رسوماتي هي تيف وتيفيس، وأصدرت كتاب القصص السوداء المصورة. القصص المصورة ملهمة لي كثيرا، وخلال هذه السنوات أنجزت العديد منها، حتى أنها حولت إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية. القصص المصورة هي مصدر العديد من الإنتاجات، وكنا أول من أخرجها. أعرق الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج أشرطة المرسومة حاضرة في فيبدا 2019 كمارفل ودي سي كوميكس، فكانت فرصة للتعرف على كيفية إنتاج شريط المرسوم. الأمر ممتع أن تعمل في هذا المجال. نحن نمتلك روح الفريق الواحد. أنا كاتبة قصص مصورة، أقترح فكرة القصة على الرسامين لإنجازها. على سبيل المثال، قصة مصورة من 20 صفحة أكتبها في أسبوع واحد، بعد ذلك يقوم فريق الرسامين بتصميمها في 20 يوما أخرى، وهي أصعب مرحلة في العملية. أحسن مشروع للشريط المرسوم سيتوج في هذه الطبعة، تشجيعا للمبدعين والفنانين الجزائريين، برعاية ضيف شرف مهرجان فيبدا.